وصلنا مشاهدينا إلى فقرتنا الميدانية وموضوعنا عن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اللي يعقد المؤتمر الثاني لقمة الحكومة الذكية في مجمع الأفنيوز لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات التي تسهم في التحول الرقمي. طبعا الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات دور كبير في تفعيل الجانب الإلكتروني في التعاملات بين الإدارات الحكومية وغيرها من الأهداف التي تسعى في مجملها لتوعية المواطن وتسهيل خدماته. للحديث أكثر حول هدف المؤتمر ودور الجهاز يصحبنا عبر الهواء مباشرة مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي من مجمع الأفنيوز. صبحك الله بالخير نواف، ويا ريت تطلعنا. طبعا نحن نعلم أن هذا المؤتمر يعقد بحضور وزير التجارة، فيا ريت أيضا أن تحدثنا أكثر عن المؤتمر الثاني لقمة الحكومة الذكية وما هو جديد هذا المؤتمر في نسختها الثانية. صباح الخير نجيب، وصباح الخير أسراء، وصباح الخير كل من يشاهدنا الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح هنا من مجمع الأفنيوز وتحديدا في فندق ألدورف أستوريا. وتعقد بعد دقائق إن شاء الله قمة مايكروسوفت للحكومة الذكية 2023 في دولة الكويت. ولكن مثل ما تفضلت نجيب حول ما هو الجديد في هذه القمة في نسخته الثانية، يسعدنا يكون معنا الآن الدكتور عمار الحسيني مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف. دكتور عمار صباح الخير، شكرا لك على هذه الدعوة. قمة مايكروسوفت للحكومة الذكية 2023 في الكويت ماذا تحمل في طياتها؟ طبعا لا شك أن الجميع يتكلم عن التحول الرقمي، والحكومة في هذا الموضوع جادة في موضوع التحول الرقمي. والتحول الرقمي معني بتغيير الإجراءات واستخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات أفضل، وتأتي هذه القمة لتبرز أهم الإنجازات والمشروعات اللي قاعد نسويها كحكومة دولة الكويت مع الشركات العالمية وبالتحديد اليوم شركة مايكروسوفت. في موضوع التحول الرقمي لا يمكن نحن ننجز كقطاع عام بدون التعاون مع القطاع الخاص، فموضوع الشراكات موضوع مهم. وهذه القمة تتكلم عن شراكة استراتيجية فعالة ما بين حكومة دولة الكويت وشركة مايكروسوفت العالمية، ابتدأت منذ 25 سنة وترجمها إلى أرض الواقع مشاريع كبيرة. اليوم في القمة راح يتم استعراض هذه المشروعات والحالية وأهم المشروعات المستقبلية، فهي القمة هذه فرصة ممتازة لإبراز نتائج هذا التعاون. دكتور سؤال أخير بشكل سريع، ما هي الجهات المشاركة؟ جميع الجهات الحكومية موجودة اليوم، سعيدين اليوم بتواجد وحضور ورعاية معالي وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات السيد مازن الناهض، ممثلين وقياديين من جميع وزارات الدولة، كذلك من القطاع الخاص، فعندنا الشريحة المهتمة كلها موجودة اليوم بإذن الله. كل الشكر لك دكتور، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك، شكرا، الله يعافيك. يمكن سمعنا إلى الدكتور عمار الحسيني مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف حول قمة مايكروسوفت في نسختها الثانية للحكومة الذكية 2023 في دولة الكويت، وأيضا تفضل أن هي برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة شؤون الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات السيد مازن الناهض. كل ما يستجد من هذه القمة اليوم بافتتاحها راح نوافيكم فيه إن شاء الله في تغرير بنشرة الساعة الثالثة عصرا. نعم، مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي، شكرا جزيلا لك وشكرا موصول لضيفك الكريم.